وتشرفنا لي نجيو في الاكسبريس اف ام. مرحبا بك. وحاضر معنا سي محمد بن جعفر كي كونسلتان ديريكتور دو سالون انترناسيونال دو باتيمون دو لا كونستركسيون كارتاج. مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا شكرا. قلت الفكره 16 دوره كيفاش يتجدد قاعد الصالون هذايا؟ ايفيكتيفمون الصالون هذايا قاعد يتطور في كل دوره، فما معناتها منتوجات وخدمات جدد ويتماشى مع التطور التكنولوجي نتاع في ميدان الانتاج، خاطر تعرفوا قطاع البناء متنوع برشا تري ديفيرسيفي، وفيه معناتها كل عامين هو صالون عنده دوريه كل سنتين. اون دو زون تلقى معناتها برشا حاجات جدد في اي قطاع، دون توت لي برانش داكتيفيتي، في الانشطه الكل نتاع القطاع البناء والتشييد والكونستركسيون. واحنا راهو الصالون هذايا نعملوه تحت سامي اشراف اشراف الوزاره التجهيز والاسكان، ميستير ديكيبمون اي دلابيتا، ونعملوها بك دي بارتنير كي سون من اول دوره كانوا معنا، هما الجامعه الوطنيه للبناء فيدراسيون ناسيونال دو باتيمون يوتيكا، اي والمركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور سي تي ام سي سي بي. دونك احنا بدنا كي نعملوا المعرض ونختاروا العارضين معناتها سواء من تونس او من الاجانب، نبداو ديما اون سيمبيوز مع لي انستيتيوسيون هذوما، لي ستركتور هذوما، خاطر هما يعرفوا القطاع اكثر منا ويتبعوا كل يوم القطاع، مش وقت معارض وكل. فلذا معناتها هما يعطيونا لي بيرسبكتيف لي غراند ليني اللي نجموا نخدموا فيهم. هذا باش حطينا فريمون دخل ديريكت صلب الموضوع، شو هو الصالون هذا سيرتو كاش قاعد يتجدد معناتها كل عام. كارتاج دونك ذكروا هو في نوفمبر، دونك من 18 الى 24 نوفمبر، فوالا هذا هو. باهي بالنسبه للخليج جو متون سيدا اي بيان سور سي محمد بن جعفر، اليوم اون تو كونسلتون شنو هو الخصوصيات؟ فما جانب في البرنامج كيسكي بريفو خلاف لا بارتي بيان ايفيدامون اكسبوزيسيون. باهي خلاف البارتي اكسبوزيسيون نحكي عليها انا طون كارتاج، هو نسميه احنا فيرتي بالنسبه لمعرض الكرم، خاطر من اكبر المعارض الموجودين، هو ديما كان معناها فلورون نجم نقولوا نتاع نتاع المعارض في تونس كلها، ما نحكيوش حتى معرض الكرم. المعرض 200 عارض السنه تقريبا، نحو 200 عارض. المعرض هذايا فيه خصوصيه اللي هو يدريان بوكو دو جون، بوكو دو فيزيتور من تونس ومن البلدان المجاوره ومن افريقيا. معناها معرض نسميه صالون انترناسيونال دون لو فري سونس دو مو. بالنسبه للسنه بابار الاكسبوزيسيون باش يكون ثم هناك ندوه ولا ورش تعمل باش تكون في وسط المعرض بيدو، اللي هي مخصصه للبناء الايكولوجي ولا المستدام نجم نقول. هذه باش تصير معناها في وسط المعرض مع جميع المتدخلين في القطاع البناء تقريبا، من معناها الانمو من لي انستيتيوشن معناها نقولوا احنا ايتاتيك، ومع المهندسين ومع المهندسين المعماريين كلهم باش يكونوا حاضرين وجهود كل متوفره باش ينجحوا العمليه هذه، وباش يكون فيها تقديم الانشطه معناها اللي نجموا معناها اللي قاعدين معناها اون كور دو روت قاعدين معناها البرامج اللي قاعدين اون كور دو روت باش يحسنوا في الاقتصاد الايكولوجي نقولوا احنا، وكذلك باش يكون هناك دي بارتيسيبون لي بارتيسيبون اللي عندهم لي زونوفاسيون باش يقدموا
لي ديرنيغ انوفاسيون تاعهم وقت المعرض. معناها هذه عمليه معناها فيها معناها مجموعه مش احنا برك معناها باش نعملوها، المجموعه الكل باش تقوم بها باش تكون ناجحه ان شاء الله. باهي دوك البناء الايكولوجي قلت البيئي المستدام المستدام وفيه معناتها فولي اقتصاد في الطاقه سي تري امبورتون لو باتيمون ايكونوم ان انرجي خاطر سي لا توندونس اكتويل اي وفما مجهودات من طرف عده اطراف باش يوصلوا معناتها اون امبوز دي نورم جدد في اون ماتيير ديكونومي دينرجي اي ميم ديكونومي دو لو. انا جي ديسكوتي افيك حكيت مع الناس اللي باش يقدموا الورك شوب هذا اللي باش تعمل قالوا لي معناتها تعرف فما البناء عنده تاثير على اقتصاد الماء اللي احنا عندنا ستريس هيدريك ودونك سي تري امبورتون وعلموني حاجات ما كنتش نعرفها قلت دونك سي لو مومون دو فيغ سو جو هو بالحق هذه اللي هو انا باش تلقاني غادي خاطر مغلوب على الاخر وخاطر او بليس في اغلب الحالات تلقى لي ماتيريو اللي نستعملهم تلقاهم جايين من عندنا ومن البيئه نتاعنا ومن الطبيعه نتاعنا واللي تلقانا تاريخيا كنا نستعملوا فيهم بطريقه او باخرى جوست اون كيتي سا دونك احنا الصالون علاش نسميها كارتاج؟ خاطر كارتاج كانوا لي كارتاجينوار كما كانوا دي باتيسور افون لي رومان في تونس انا وكانوا اون ميم تون دي كوميرسون دونك دونك لو سالون سي لي باتيسور اون ميم تون سي ان اسباس دو كوميرس فضاء تاع تجاره تاع علاقات تجاريه ومهنيه وفضاء للاستثمار زاد خاطر هو هذاك لوبجيكتيف تاعو عنده دو اوبجيكتيف لو سالون سي ان فيكتور ديكسبورتاسيون يشجع التصدير المواد التونسية ويشجع زاد الاستثمار معناتها بواسطة شراكة بين المؤسسات الأجنبية والمؤسسات التونسية في تونس بيان سور الاستثمار الخارجي اللي في المباشر في تونس. دونك ذكروا كما قلت ورشات عمل قداش عددهم تقريبا؟ الوغ ثلاثة أيام ثلاثة أيام مواضيع مختلفة ثلاثة أيام من نهار الثلاثة معناتها لوندمان دي سالون 19 ثلاثة والأربعة والخميس احنا حكينا على دو تخوا فوكس مي المواضيع نتصور أكثر من هكا المواضيع سي تري ديفيرسيفي وين نلقاو لو بروغرام سيانتيفيك على الموقع بروغرام سيانتيفيك عندنا اون اسوسيسيون هذه اللي تلاهي بال سي ان اللي ايمان دان كونسي مجلس معناتها نتاع اقتصاد دو باتيمون ايكولوجيك والاقتصاد في الطاقه هما عندهم برنامج قاعدين لو فينيول ويفون لو بريزونتي بيانتو فوالا ان شاء الله قبل ما يعطينا اون افون بروميير بعض المواضيع كما كنت تحكيو عليهم كيف المواضيع الاساسيه هذوك المواضيع البرنامج النهائي بنلقاوه على الموقع نتاعكم نتاع الصالون باش نحطوه بيان سور الموقع ديما اون اكتواليز فوالا مازال تقريبا شهر اقل شويه لما حاله اقل شويه كذا جمعات تقريبا دوك فما حاجات ديما يتعملوا في اخر لا 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 في تونس انا ستابيتود فما حاجات ديما في اخر لحظه يتعملوا لا بون لا بون بالعكس انتم عندكم المحاور مي لو ديتاي فوزيت ليبر دو بوبليو وقت اللي تحبوا يمدونا بهم يمدونا دوك 200 عارض السنه جايين ناس تشارك ابارامون من تركيا من الصين من ايطاليا من اوفيسيال كيما الصين الصين وتركيا وايطاليا سون دي بارتيسيباسيون اوفيسيال اورغانيزي سوا معناتها ننظموهم منظمين من بلادهم ولا دي شامبر ميكس توني كيما ايطاليا توا سي الغرفه التجاريه الميكس غرفه التجاره السريعه التونسيه الايطاليه التونسيه الايطاليه هي تنظم الجناح الايطالي فما بارتيسيباسيون اوفيسيال معناتها الى لو سوتيان دو غوفرمون ايطاليان ولا تركي عندهم شركه مخصصه تجي خاصه هي اما اللي ديزيني بار الغوفرمون تركي باش تعمل بافيون تركي وديما تشارك داير تركيا معناتها ولات ابوني وصالون كل عامين وفما الصين زاده الصين ديما تشارك وباش يجيبوا ميم وفد زوار مهنيين الصين وفما سنة زاده تزير الجزائر باش تاخذ جناح باهي اما مش اوفيسيال سي اون بارتيسيباسيون بريفي دان غراند اوبيراتور الجيريان بون جي با بيزوان دو سيتي النون باسكو با فير دو بوبليسيتي مي كي فا اكسبوزي زاد دي برودوي دون لا منيزري دو باتيمون لا منيزري الومنيوم فوالا معنا مشارك ليبي فرنسي زاد فرنسي ان المون
دونك فما بالشركات من دول مختلفة كسولا فوالا تري بيان. هي اللي بالطبيعة نذكروا سي ان سالون بي تو بي كمان معناتها الزوار فيه على فوا فيزيتور بروفيسيونيل وفيه الكرون بوبليك فيه الزوار فما حاجات تشتم الناس اللي عنده شانتي عنده قاعد يقعد في الدار يحبوا يرينوف فوالا سوا كونستروير de A à Z, soit il y a une rénovation. Je suis en train de faire une curiosité, vraiment, ma vie, nous avons un salon qui est en train de faire les dernières technologies. Nous avons un salon qui est en train de faire des choses. Il faut y aller, il faut voir les gens qui sont en train de faire. يعطيكم الصحة. الموعد دونك ذكروا يبدا نهار 18 نوفمبر. نهار 18 نوفمبر إلى اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024. هذا هو. والبرنامج العلمي باش يكون على ثلاثة أيام. على ثلاثة أيام. حبيت في الختام نقول معناتها نشكر الهيكل الكل اللي حكيت عليهم قبيليك كو جي ايفوكي مينيستير دو ليكيبمون فما ميم لو مينيستير دو لاندستري أوسي إيل كونتريبيو راهو خاطر لو سي تي ام سي سي في لو سونتر تكنيك de matériaux de construction. Il émane de l'Ouzar Tsina. C'est un organe où femme a le ministère de, du commerce à travers le, promo, le CEPEX, le centre de promotion et d'exportation, ou bien sûr la Fédération nationale du bâtiment, le CTMCCB. Et donc, il y a des acteurs qui font un peu de jouhout pour que le marde aide à dire, mais cool, quand bien même, des fois, la conjoncture ne permet pas toujours aux entreprises de participer. Chaque personne a des machines, a ses objectifs, a des clés, a des snacks, qu'on a une pause, un jour, un 2026. Enfin, mais c'est ça, 2018, c'est quoi? 2022, machine couche. Mais d'autres viennent. Enfin, des gens qui, avec les entreprises, c'est une concurrence acharnée entre eux. Et donc, ils disent que femme a force, parce que l'art de Metoujeti, fait mal de Kbir international, cherche. Donc il prend la place de certains qui se retirent. بعد اللي يسرتير يولي يقول خلني شارك خاطر خاطر كاو لازم يستنى شكون يعاود يخرج ينجم يدخل اكزاكتومون يعطيكم الصحة شكرا لك سي سلمان نذكر سي المسؤول الأول زاد قصر المعارض شكرا على الدعوة هذه اللي عطتنا الفرصة باش نتكلموا انتم يعطيكم الصحة صالون عريق معناتها اليوم دونك أقل ما نجموا نعملوا أون بليس أوني بارتنير دونك شكرا لك سي محمد بن جعفر سيت ديكتور دو سالون consultant voilà شكرا لكم عايشكم نختم فرصه سي جبال معاك rapidement شو اهم محطات peut-être قصر المعاد بكم خديتو لي peut-être فما بيريود peut-être باش تسكروا فيها لا 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 شو اهم المحطات peut-être sur les prochains mois les événements فماش وي وي يا ان بروغرام تري شارجي بعد معرض البناء عندنا معرض القهوه في ديبي ديسمبر بعد عندنا معرض تزويق دار ديكو تاع ديكوراسيون تزويق وفي بنفس الوقت في نفس الوقت فما معرض الزربيه والتيساج تراديسيونيل وفما معرض البورسلين يشارك في دار ديكو البورسلين معناتها يعمل اكسبو فونت معنا في دار ديكو وفما بعد في ديسمبر وبعد في جانفي وفيفري كل فما برشا معارض في 2025 معناتها تلقى برنامج كبير منهم معرض اثاث ومعرض الصناعه التقليديه ومعرض الكتاب مؤكدين هذوما الكل. تخي بيان اكسلون شكرا لك عايشك سي محمد يوسف عايشك اقعدوا معنا فاصل راجعين في برنامجكم اكسبريسو.